ما معنى البروتوكول؟ يقصد بكلمة بروتوكول الإتيكيت في أصول أدبيات القواعد والتوجيهات الدبلوماسية، وتكون في غالبيتها شفوية غير مسجلة وليست مكتوبة، وتحدد من خلال البروتوكول التصرفات والسلوكيات المتبعة والمتعارف عليها في الأصول الدبلوماسية والشؤون الدولية. وعلى سبيل المثال، مراسم الترحيب في استقبال أحد رؤساء الدول، أو تنظيم اجتماع يضم رجالا في السلك الدبلوماسي بحيث تعطى الأولوية في الكلام أو الجلوس بحسب الترتيب الهجائي لأسمائهم، أو بحسب الأكبر سنا منهم أو بحسب الأقدمية إلى غير ذلك. البروتوكول هو اتفاقية دولية تكمل أو تجمل معاهدة معينة أو ملحقاتها، وهو مصطلح يطلق على المبادئ والأصول التي تعود إليها الدول في حال اختلفوا في بعض نواحي المعاهدة، أو في حال صورهم أي التباس في أحد بنودها. البروتوكول السياسي. عرف الخبير الدكتور فورني البروتوكول بأنه مجموعة من قواعد المجاملة الدولية الراسخة التي جعلت من السهل على الدول والشعوب العيش والعمل معا. وقد كان دائما من أحد عناصر البروتوكول هو الاعتراف بالترتيب الهرمي لكل الحاضرين في جلسة ما، وتستند قواعد البروتوكول على مبادئ التحضر. تعود قواعد البروتوكول إلى آلاف السنين وتختلف بين مجتمع وآخر، وقد اشتقت من الكلمة الإغريقية بروتوكولان، والتي تشير إلى معنى الغراء الأول نسبة لعملية لصق ورقة تثبت في الوجه الأمامي للوثائق المختومة، إلا أن هذا الاصطلاح تشعب وزاد بعدا ليشمل تفاصيل في العلاقات بين الدول. تعود مسؤولية الجانب البروتوكولي في دولة ما إلى وزارة الخارجية أو الديوان الملكي أو دائرة المراسم والتشريفات في رئاسة الدول. والمهام التي تقع على عاتق هذه الجهة البروتوكولية هي وضع الخطط والبرامج الخاصة بزيارات الوفود والشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى كرؤساء الدول وتنظيم مراسم الاستقبال والإقامة والوداع. من مهام هذه الجهة البروتوكولية أيضا استقبال كل من السفراء والمبعوثين الجدد ووداع من انتهت مدة خدمتهم، إضافة إلى مهمتها في تنظيم الحفلات الرسمية والملتقيات والإشراف المباشر على إعدادها وإصدار جوازات السفر الخاصة بالوفود والشخصيات رفيعة المستوى والتي تمكنهم من الدخول والخروج بحصانة دبلوماسية. من مهام هذه الجهة البروتوكولية أيضا التنظيم والإشراف على انعقاد المؤتمرات الدولية التي تقام في الدولة المضيفة، وتوجيه الدعوات الرسمية للوفود والشخصيات الهامة، منح بطاقات شخصية دبلوماسية خاصة بالصب القناصلي والدبلوماسيين والعاملين في سلك الدولة، استلام البراءات القنصلية المتعلقة بالقناصل الأجانب ومنحهم إجازات العمل، التحضيرات المسبقة بتنظيم قائمة أو جدول خاص بالأعياد القومية والرسمية لكل الدول وخصوصا الأجنبية منها، لإرسال برقيات التهنئة في حينها، الإعداد لتكريم الدبلوماسيين المنتهي خدمتهم ومنحهم الأوسمة والهدايا التذكارية.